بعث صاحب السمو الملكي الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله رعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. أعرب فيها سمو ولي العهد عن وافر تهنئه بمناسبة تسلمه مهامه الرئاسية رئيسا للجمهورية وتمنياته له بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق. وأشاد سموه في البرقية بالعلاقات التاريخية الطيبة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية وما يشهده التعاون الثنائي المشترك من تطور ونماء في كافة المجالات لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.